إن أعظم العبادة انتظار الفرج، أعظم العبادة انتظار الفرج. وحتى يكون لك شيء من هذا، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، فكل فرد منهم تقرب إلى الله بصالح عمله، فأحدهم ذكر بره لوالديه، والآخر ذكر وفاءه مع الأجير، والثالث ذكر خوفه من الله الذي منعه من أن يأتي المرأة وقد دانت له. ما الذي تسأله نفسك لو كنت أنت رابع الثلاثة؟ بماذا كنت ستدعو الله؟